للناس اللي موجودة وبتظهر كل يوم على الشاشة وبتعلمنا دروس جديدة. وعلى فكرة يا جماعة ده كله كلام ظهر في الإعلام، هو من الإعلام إلى الإعلام ومن نفس الأشخاص إلى نفس الأشخاص، وكان في حد عنده موقف بقى مختلف وواضح وبرضه بالورقة والقلم. الورقة والقلم دي عاملة لك مشاكل كتير جدا على فكرة. كابتن فاروق جعفر برضه في الورقة والقلم بتوع السكتش القديم مش السكتش بتاع دلوقتي. نطلع ونسمع الفيديو. مش ممكن يا استاذ عمرو، يعني انا مثلا لا عمر حطمع ان انا مره نادي الزمالك ولا عمري، بس انا واحد خدمت النادي وحبيت النادي وشيت في النادي وتعبت في النادي، والنادي ده بتاع كوره، يعني لازم الناس تبقى فاهمه نادي الزمالك ونادي الاهلي دول انديه شعبيه بتاع الكوره نمره واحد. لو كان في، لو كنا نقول جمعيه عموميه فيها 200,000 ففي 20 مليون 60 مليون 70 مليون بيشجعوا الاهلي، وبالتالي الزمالك لو عنده جمعيه عموميه 20,000 ففي 15 20 مليون 30 مليون 40 مليون زملكاوي، مش هي الجمعيه العموميه هي نادي الزمالك اللي انا هشتغل من اجلها عشان نادي الزمالك عشان اقعد على الكرسي؟ لا، نادي الزمالك ونادي الاهلي اجيال وناس وملايين ملايين عندهم انتماءات للاهلي والزمالك، فاللي بيجي يقعد على الكرسي هو شايف عشان يقعد على الكرسي يبقى الجمعيه العموميه، لا عمرها ما كانت كده ولا عمرها هتبقى كده، والغلط هيصحح. يعني انا بقول الغلط هيصحح، يعني احنا في وقت دلوقتي عاصي جدا، وقت صعب جدا لنادي الزمالك بيمر بيه. نادي الزمالك النهارده اصبح واحد بيدير النادي، واحد بيدير النادي بيقطع في رموزه، حماده امام اللي خلانا زملكاويه، حماده امام اللي خلانا ما كنتش اعرف، يعني ما كنتش اعرف نادي الزمالك فين. حماده امام النهارده بطلع بقول في التلفزيون انا عملت الجنازه بتاعت حماده امام ب 300,000 جنيه. حماده امام يا جماعه ده كلام يتقال؟ محمود طاهر ممكن يقول كده؟ كابتن صالح سليم الله يرحمه ممكن يقول كده؟ ممكن الناس دي تقول كده؟ يعني انا مستغرب من الكلام ده. وبعدين راجل قاعد يجرح في كل الناس، ما حدش بيقول له عيب، ما حدش بيقول له عيب، الناس دي خدمت النادي، يعني ما حدش بيقول له عيب. ده امام يمنع من دخول النادي، واحد يقول على مدرب ساب نادي الاسماعيلي وعشان بيحب النادي وواحد ابن النادي ولعب في اكبر انديه في العالم، يقول عليه الالفاظ اللي بتتقال دي؟ يا جماعه حاجه مش معقول، والبلد سايباه، يعني البلد سايباه، ما حدش بيحاسبه، يعني البلد سايباه بيعمل اللي هو عايزه، محدش بيحاسبه، محدش بيقول له عيب، يعني محدش يقول له عيب. انا صدقت في كلامك قوي، بس صدقني لسه في ناس بتقول عيب، ولسه في ناس بتقول غلط، ولسه في ناس بتقول ما ينفعش، وفي ناس بطلت تقول، وفي ناس مواقفها اختلفت، بس هيفضل في ناس بيقولوا للغلط غلط وبرضه بدون اساءة. كابتن فاروق حضرتك بتتكلم عن الرمز العظيم والذي لا يوصف الا ان هو رمز عظيم، كابتن حمادة امام. لحد امبارح كان بيتقال انتوا كنتوا عايزين حمادة امام وحلمي زمورة، الناس المؤدبة دي هي دي اللي كانوا هم عايزينها، وكأن بنقول للناس ان الادب والاخلاق بقوا سب. كابتن فاروق جعفر انا حزين شخصيا، واكيد على فكرة كنت بعشق جماهير اهلوية كتيرة جدا حزينة على موقف الكابتن فاروق جعفر. كابتن فاروق جعفر بنفس حمقتك على الكابتن حمادة امام كنا احنا بنتحرق على اهانه الكابتن طه اسماعيل، وحضرتك قاعد في الاستوديو وبتبارك وبتامن، ما قلتش كلمه واحده كلمه واحده في حق الكابتن طه اسماعيل، وهو رمز وقدوه للجميع، وجماهير اهلي وجماهير زمالك متفقه عليه وعلى اخلاقياته وعلى مبادئه. الشيخ طه، الشيخ طه وهو مازال لسه لاعب، مش الشيخ طه عشان حاليا دقنه او حاجه زي كده، لا ده الشيخ طه عشان اخلاقياته وهو لعيب كوره وهو لسه بيلعب في سن عشرينات وتلاتينات. يا كابتن فاروق، يا كابتن فاروق كنت واخد احترام كبير جدا جدا من جماهير للنادي الاهلي، لكن سبحان الله تحولت بشكل غير طبيعي. وان كان لو بصينا لتاريخ فاروق جعفر اللاعب ربما نستشعر ان التحول ده غير مفاجئ، لكن انك تحول نادي الزمالك ما قبل وما بعد ان ما كانش موجود نادي الزمالك، ده اللي صعب جدا نشوف رأي الكابتن فاروق وهو بيقول ان نادي الزمالك كان ضعيف. الفترات دي ما كانش قوي. كانش قوي فعلا يا كابتن؟ بتكلم بصراحة، انا كلامه على مسؤوليتي يعني. كانش نادي الزمالك قوي. يعني ايه؟ يعني ما كانش قوي، يعني ما فيش واحد مثلا يقول لا ده كده غلط، ده كده مش عارف، يعني ده الزمالك ماشي الاول، يعني ما حدش كان بيدافع عن نادي الزمالك بشكل قوي اداريا، يعني ممكن. اداريا طبعا حق نادي الزمالك كان بيروح، ما حدش بيدور عليه. يعني انا بقول لك احنا عايشين جو دلوقتي، ويعني انا بقول ده يعني ده حاجه
تسعد اللعيبه والجماهير نادي الزمالك الفتره اللي احنا عايشين فيها. انت قوي، مش بقول ند، انت قوي يعني تقدر تاخد حقك. لو مش قوي مش ما فيش عدل، مش هتاخد حقك، مش هتاخد حقك. انت احنا الماتش خلص وخلاص، الدوري مات في نفس السنه، اتلغى الدوري كله يا كابتن عندكم؟ اتلغى ليه؟ اتلغى. سبحان مغير الاحوال يا كابتن فاروق. كنت بتتكلم انت بالمناسبه لما كنت بتنتقد في الاول، لا اتكلمت على بطولات زايده ولا بطولات قليله، انت بتتكلم عن شخص واحد بيدير النادي بيتطور على رموز النادي برضه. فبتتكلم في سكه مبادئ وبتقول صح. فكره الجمعيه العموميه، يعني الكلام اللي انت دلوقتي بتروج ليه نادي الزمالك كان مبنى مش عارف خمس غرف، دلوقتي بقى مبنى يشرح القلب، والكلام ده كله ما كانش هو وجه الخلاف سابقا، لا كان وجه الخلاف هي فكرة إهانة رموز النادي، واللي يبقى عنده شيء بيضايقه جدا تجاه إهانة رموزه أكيد تتضايق لما تتهان رموز أخرى وأنت موجود. خسارة كابتن فاروق، خسارة. والله يا أحمد أنا كابتن فاروق في حلقة أول امبارح دخل المداخلة، هو راح الحلقة قعد تقريبا ملحقش يقول حاجة خالص، سمع المداخلة من الاستوديو. كابتن فاروق وهو بيسمع بعد ما المداخلة خلصت فضل لدقيقتين كده بيقول اصل اللي اتقال، اصل الكلام، وفي الاخر ما قالش حاجه فعلا. كابتن فاروق الى الان ربما هو ما راحش لاقصى درجه، وربما برضه ما بيحاولش بشكل مباشر يمس رموز من النادي الاهلي او شخصيات من النادي الاهلي، وبيحاول يحافظ على الشعره دي. اتمنى يا كابتن فاروق، والله كلامنا لحضرتك مختلف عن كلامنا لاي حد كان في الحلقه على فكره، نتمنى من حضرتك تقف وقفة وتراجع علاقتك بالنادي الأهلي وبجمهور النادي الأهلي وعلاقتك بفكرة الإساءات اللي بتبقى على مسمع منك. درجة حضرتك عايز تعمل بيه، التاريخ هو اللي بيحكم، مش عايز تعمل بيه برضو التاريخ اللي بيحكم. وأخيرا نسمع الفيديو ده لكابتن فاروق اللي ربما يفسر بعض المشاعر الإيجابية المتبقية مننا تجاهه. نسمع الفيديو. 500 واحد في البيت، البيت كله أهلوية ما عدا احنا بتوع خمسة، فدايما اللي ما عندوش الكثافة بيبقى ايه صوته عالي ويبقى بيجح ويبقى مش، فانا بقى كنت زملكاوي يعني بصراحة. انا بدأت حياتي وانا صغير كنت أهلاوي، يعني كنت أهلاوي زي كل البيت. كلية تجارة عين شمس اللي هي مع التعاون دلوقتي، كان صالح سليم في كلية تجارة عين شمس كويس، وكابتن صالح سليم كان عنده عربيه مش عارف اسمها ايه كده صغيره حمراء، فضلت اجري ورا العربيه عشان اسلم عليه. شوف بقى من اهلاويتي، كنت عيل صغير لابس بيجامه، قعدت اجري من اول شارع القصر العيني او من شارع الشيخ علي يوسف لغايه كوبري قصر النيل، لغايه ما تعبت يعني، لغايه ما تعبت يعني، لو كان عندي مجهود اعدي كوبري قصر النيل كنت عديت، فضلت عشان اسلم عليه. رفعت فناجيلي كان مثلي الاعلى، ما شفتوش خالص غير كبرت، هو جاي بقت اتعرف نداني، كنت في دمياط بلعب دمياط، سلم عليا وقال لي انت هتبقى لعيب كبير وهتبقى احسن او يعني، فحتى بقيت مبسوط ان هو قال لي كده. وكنت بلعب مع الزمالك، انا كنا الزمالك بلعب دمياط، فكابتن كرارتي الله يرحمه نداني قال لي تعالى كابتن رفعت فنجي عايز اسلم عليك، فرحت سلمت عليه. ان انا كنت كتبت في الجرايد ان انا مثلي الاعلى رفعت فنجي، دي قلبت نادي الزمالك يعني، قلبت نادي الزمالك ان انا قلت كده. كلام في قمه الاحترام وتلتمس فيه كل الصدق، عشان كده ما اعتقدش هيكون عندي اي تعقيب تاني على كابتن فاروق، لان الامانه في حاجات نفسيا بتكون انت بتحكمش فيها. انا بحب كابتن فاروق جعفر، وكان كتير جدا من الاهلاويه دايما بيحسوا كلامه متزن، فارجوك للمره الاخيره تراجع نفسك يا كابتن فاروق، لان ده رصيدك انت.